إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. نتواجد بمدينة بوفكران، مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. وكما عودناكم على قناة شوف تيفي، دائما نوافيكم بآخر المستجدات. فغادي نحاول نقرأ لكم بلاغ ديال وزارة الصحة ليومي الإثنين حتى حدود السادسة مساء. اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 191 حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة السادسة من يومه الاثنين ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات المؤكدة بالفيروس بالمملكة الى 3046 حالة اذا مغاربة العالم وصلنا ل 3046 حالة مع زيادة 191 حالة خلال 24 ساعة الماضية وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 13340 حالة وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 350 حالة فالحمد لله 350 تم شفاؤهم بحول الله وقوته فيما بلغ عدد حالات الوفيات 143 حالة اللهم ارحمهم واجعلهم من أصحاب الجنة يا رب وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية إذا مغاربة العالم فالحصيلة ارتفعت وتخطت 3000 إصابة وصلنا ل 3046 حالة إصابة مؤكدة بالكوفيد 19 فمزيد من الحضر مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن الناس اللي عاد التحقو بنا غادي نعود نقرأ لكم البلاغ ديال وزارة الصحة كما شفتوا معنا فعرفنا 191 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة وصلنا ل 3046 الحصيلة الإجمالية اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 191 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد حتى الساعه السادسه من يومه الاثنين ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابه المؤكده بالفيروس بالمملكه الى 3046 حاله واضافت الوزاره على بوابتها الرسميه الخاصه بفيروس كورونا المستجد بالمغرب ان عدد الحالات المستبعده بعد تحليل مخبري سلبي بلغت 13340 حاله وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 350 حالة إذا مغاربة العالم 350 حالة تم شفاؤهم شفاء تاما فالحمد لله واللطف لله فيما بلغ عدد حالات الوفاة 143 حالة الله مرحمهم وتيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية فكما كان لكم دائما مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن مزيدا من الحذر أرجوكم نبقى في بيوتنا ما نخرجوش إلا للضرورة ولا خرجنا ما نساوش الكمامات أو ليبافيت ما نساوش مسافة الأمان لا تقل عن متر ونص حتى لجوج الأمتار فنبقى في ديورنا مغاربة العالم كم شوية الخوت حتى كورونا تفوت وإن شاء الله غادي نخرج بأقل الخسائر من هاد حالة الطوارئ إذا دائما مرحبا بكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن مباشرة من بوفكران وكما عودناكم على قناتكم شوف تيفي دائما نوافيكم بآخر المستجدات ودائما في المقدمه ولن نتوقف ابدا ان شاء الله اذا الناس اللي عاد بنا مره اخرى غادي نحاول نقرا لكم بلاغ ديال وزاره الصحه اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 191 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد حتى الساعه السادسه من يومه الاثنين ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابه المؤكده بالفيروس بالمملكه الى 3046 حاله فمغاربة العالم داخل وخارج الأرض وطن مزيدا من الحذر أرجوكم 191 حالة في آخر 24 ساعة فتخطينا الحاجز ديال 3000 وصلنا وستة 3046 حالة وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المسجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 13340 حالة وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 350 حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة 143 حالة إذا الحمد لله 350 حالة تم شفاؤهم شفاء تاما وللأسف فقدنا 143 اللهم اجعلهم من الشهداء يا رب وتعيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية إذا مغاربة العالم أرجوكم نبقى في ديورنا تحت شعار تكمشوا يا الخوت حتى كورونا تفوت فإن شاء الله غادي نخرجوا بأقل الخسائر مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن كان معكم أخوكم محمد طراف يحييكم مباشرة من مدينة بوفكران وكما اقول دائما الى اللقاء في موضوع اخر مكان اخر استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته